بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأستاذ الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، بعد التحية والاحترام مقدمه لسيادتكم محمد علي فهمي، وأعمل مديرا للمتحف المصري بالتحرير، وأتشرف أن أتقدم لسيادتكم بهذه الكلمة، والتي أتضرر فيها من القرار رقم 1238 بتاريخ 1/3/2022 الصادر من السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي كان يقضي بتكليفي بعمل خارج المتحف المصري، كوني تحدثت وكتبت إلى رؤسائي عن مخالفات حدثت بالمتحف، ربما من شأنها من وجهة نظري الإضرار بالآثار والمال العام. وعندما تحدثت عن هذه المخالفات ما كنت أقصد إلا الصالح العام، لأنه أليس من الواجب علي ومن الواجب الوظيفي والضمير أن الإنسان عندما يرى أن هناك خطأ يقوم على تصحيحه أو إبلاغ رؤسائه عنه؟ ولكن للأسف الشديد تقابل هذا بالتهديد بالنقل والتعامل بطريق غير لائق بشخص مثلي يعمل ليل نهار بالمتحف منذ عشرات السنين، والجميع يشهد بذلك. وبالفعل صدر القرار سالف الذكر بتكليفي بعمل خارج المتحف وفي وظيفة مخترعة لا تمت لعملي بصلة، حيث أنني مدير بالمتحف المصري، وقبل ذلك كنت وكيلا للمتحف ومديرا عاما، وحصلت على مؤهلات أثرية عديدة، ولكن هذا القرار يقضي بتكليفي بمتابعة الشؤون الفنية بقضاء المتاحف، وبهذا يكون القرار مخالف للمسمى الوظيفي، وربما يندرج تحت بند قرارات تهميش الكفاءات بالآثار، والتي رأيت أن هناك صدر الكثير منها في الفترة الماضية لحساب أشخاص ربما أقل كفاءة، مما أدى من وجهة نظري إلى سوء الأوضاع بالآثار في شتى النواحي. معالي السيد الوزير، إن سبب هذا القرار وما تلاه من قرارات تعسفية تدل على إساءة استعمال السلطة هو دفاعي عن مصلحة بلدي، لأنني لم أرتكب أي خطأ، وكل ما فعلته أنني نبهت عن أخطاء حدثت بالفعل وعرضت إصلاحها، لأني ربما يكون لدي الخبرة في معالجة الأمور، حيث أنني تدربت على الإدارة لسنوات طويلة. وبدأت أولا بإبلاغ السيدة المدير العام حتى وصلت إلى السيد الوزير السابق، وعندما وجدت أن هناك لا جدوى تقدمت بعدة اعتذارات مسببة عن منصبي كي يتم التحقيق فيها، ولكن للأسف لم يتم التحقيق في أي منها، ولم يتم قبول هذه الاعتذارات. وقد طلب مني السيد الوزير بعد أن حاولت مرات عديدة معه تقرير عن الأوضاع بالمتحف، وفعلا قام سيادته بانتقاد الكثير من الأمور. معالي السيد الوزير، بعد كتابة التقرير إلى السيد الوزير السابق تم استدعائي إلى مكتب السيد الأمين العام بالعباسية، واعتقدت أن سيادته سوف يشكر أدائي ويكلفني بتصحيح الأوضاع، ولكن للأسف وجدت العكس، ووجدت التهديد بالنقل كما ذكرت. بعد ذلك كتبت تظلم بهذا إلى السيد الوزير وطلبت أن أقابله، ولكن لم أستطع، ولم يرد أحد علي حتى على التظلم الذي كتبته. معالي السيد الوزير، أحيط علم سيادتكم بأنني تقدمت بمذكرات وتظلمات في هذا القرار لكل الجهات المسؤولة بالدولة، وذكرت فيها المخالفات والتي أبلغت عنها والأدلة عليها. كذلك تم عمل طلب إحاطة للسيد الوزير السابق بمجلس النواب بعد أن اقتنعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس بالمذكرة التي
حررتها وأصدرت اللجنة عدة توصيات كانت جميعها لصالحي، ومنها استمراري في العمل كمديرا للمتحف المصري وفحص جميع المخالفات والأدلة التي تحدثت عنها وغيرها. الأخ الفاضل السيد الوزير، فعلا أنا موجود بالمتحف وتوقف موضوع النقل، ولكن جميع توصيات مجلس النواب لم تنفذ حتى اليوم، رغم أن هذه التوصيات صدرت في أوائل شهر يونيو الماضي. فلم أمارس عملي كمدير ولم يتم فحص المخالفات، وكأن المجلس الأعلى للآثار يضرب بقرارات مجلس النواب عرض الحائط. وعندما كتبت لتمكيني من ممارسة مهام عملي للسيدة المدير العام والسيد رئيس القضاء، لم يتم الرد علي حتى اليوم، بل على العكس زاد التعسف ضدي، وصدرت بعض القرارات الخاطئة لتسليم ما لدي من عهدة بسرعة كي يتم نقلي. وكان من هذه القرارات القرار رقم 4355 بتاريخ 10/8/2022 الصادر من الأمين العام. والمشكلة أن القرار يذكر أنه بناء على كتاب السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية، مع أن القرار ينص على بنود عكس قرارات مجلس النواب تماما، لأن مجلس النواب أوصى ببعض التوصيات، ولكن القرار الذي أصدره السيد الدكتور الأمين العام كان عكس هذه التوصيات، فلم يتضرر نهائيا إلى توصيات مجلس النواب. معالي السيد الوزير، إني أتساءل، هل خوفي وحرصي على الآثار والمال العام جريمة؟ هل عندما أبلغت عن أوضاع خاطئة وعرضت الحلول اللازمة لها جريمة؟ هل عندما أقول رأيي في انتداب أشخاص من خارج الوزارة لتولي لجان هامة، ويا ليتهم حتى أدوا المهمة كما يجب أن تكون، ولكن حدثت أخطاء كثيرة في حق الآثار والمال العام، فهل رأيي في هذا يكون جريمة؟ مع أننا لدينا الكثير من الكفاءات في المتحف في الوزارة، أم هي مجاملات؟ لا ندري. معالي السيد الوزير، إن المخالفات التي تحدثت عنها، وما كنت أقصد إلا الصالح العام، تكررت في أماكن كثيرة، ومنها أمور خطيرة جدا وتناولت بعضها الصحف والمواقع، وتحدث لي الكثير من الزملاء في أماكن مختلفة عن مخالفات ومشاكل وإيقاع الأذى بكثير من الشرفاء مثل ما حدث معي. والسبب في ذلك أننا رأينا في الفترة الماضية اعتلاء بعض القيادات من الأقل كفاءة وقليل الخبرة، مما أدى إلى تدهور بعض الأمور. الأخ الفاضل السيد الوزير، إن ما حدث معي هو حرب على الكفاءات بالوزارة، وأنا أضرب مثل على نفسي، فشخص مثلي يعمل ليل نهار منذ ما يقرب من 30 عام، وبشهادة الجميع، وتقلدت كل المناصب، حتى إنني في التسعينات توليت مهمة مدير أمن المتحف بالإضافة إلى عملي الأثري، وأقوم دائما على تطوير المتحف، وحصلت على الكثير من المؤهلات والدورات التدريبية في الداخل والخارج،
وحصلت على العديد من شهادات التقدير، حتى العمل السياسي اشتركت فيه، فقد كنت رئيسا للجنة السياحة والآثار بأحد الأحزاب الكبرى، وتقدمت لخوض انتخابات مجلس النواب في 4 دورات ماضية. كذلك كنت أقيم الاحتفالات بالمتحف في كل المناسبات الرسمية بالدولة، كذلك المناسبات الأثرية والسياحية. وأول من اخترع الاحتفال بتاريخ افتتاح المتحف كل عام، وكل ذلك بهدف ظهور المتحف بالمظهر اللائق وتشجيعا للسياحة. وعلى نفقتنا الخاصة أنا وزملائي، وذلك دون تكلفة الوزارة أي أعباء مالية، ودائما أحرص على المال العام. وأول أثري بالمتحف يقوم بتأليف كتالوج عن أهم المعروضات، وكان يباع لصالح الوزارة. بالمناسبة أريد أن أوضح أن في هذه الفترة والتي هناك خلاف بيننا فلم يتم أي احتفالات. مثلا على سبيل المثال كنا كل عيد انتصار أكتوبر في يوم 6 أكتوبر كانت الموسيقى العسكرية، وكنا نوزع الورد على السائحين، يعني كانت احتفالات كبيرة جدا. لكن هذه المرة لا يتم عمل أي احتفالات، ولا حتى تاريخ ميلاد المتحف المصري لم نقم بأي احتفالات. معالي السيد الوزير، نحيط سيادتكم علما بأنني كذلك كنت أول موظف يطالب به العاملين كمدير عام للمتحف مرة عديدة منذ سنوات طويلة. وكما نرى على سبيل المثال هذا الالتماس للسيد الوزير السابق منذ عام 2013. وآخر هذه الالتماسات هو قيام الزملاء في الفترة الماضية كتابة التماس إلى سيادتكم بنفس المعنى، وتم تقديمه إلى مكتب سيادتكم بالزمالك يوم 23/11/2022، أي منذ أيام.
فإن دل ذلك فإنما يدل على ثقة الزملاء بي منذ سنوات طويلة حتى اليوم، وتصديقا لكل ما ذكرت، وردا على كل القرارات التعسفية ضدي وضد الصالح العام. ورغم أنني أبلغت الزملاء رفضي لذلك، إلا أنهم أصروا على تقديم هذا الالتماس إلى سيادتكم، وأبلغوني أنهم يأملون خيرا في الله ثم في سيادتكم في تصحيح الأوضاع. وإنني إذ أشكر كل زملائي على هذه الثقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في خدمة المتحف والآثار. معالي السيد الوزير، من كل ما تقدم، هل يحق محاربة أمثالنا؟ هل يحق إساءة استعمال السلطة ضد أمثالنا؟ كما أحيط سيادتكم علما بأن المسؤولين في الفترة الأخيرة لم يكتفوا بعدم تنفيذ قرارات مجلس النواب، بل زادوا في التعسف ضدي في أمور كثيرة لا أريد ذكرها، لأنها أمور مخجلة يعجز اللسان على الكلام فيها، أمور من المفروض ألا تصدر عن مسؤولين، وسوف أتحدث عنها عندما يطلب مني ذلك، وعندي الدلائل على ذلك، ومنها ما تقدمت به إلى جهات التحقيق، ومنها ما ادخرته إلى وقت لزومه. الأخ الفاضل السيد الوزير، إنني تقدمت لزيادتكم بمذكرة ببعض من هذه المخالفات مرفقة بالأدلة، وتم تسليمها بمكتب سيادتكم بالزمالك يوم 25/8/2022 تحت رقم وارد 35/34. كما أحيط سيادتكم علما أيضا أنني تقدمت بمذكرة أخرى عن طريق أحد السادة النواب. كما أحيط سيادتكم علما بأنه تمت إحالتي إلى جهات التحقيق المختلفة كوني تقدمت بمناشدة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة الماضية، وتمت إحالتي أيضا لجهات التحقيق كوني تظلمت من بعض القرارات الخاطئة التعسفية التي صدرت ضدي. فهل من المفروض علي أن أقوم بتنفيذ قرار خاطئ؟ الأخ الفاضل معالي السيد الوزير، إن الآثار المصرية هي هوية الدولة، وهي مصدر السياحة الأول في مصر، ولو كل مسؤول بالآثار قام بما يجب عليه أن يقوم به لجعلنا من الآثار الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، والمساهمة في حل الكثير من الأمور وتقليل نسبة البطالة. فهناك من الخطط الكثير لتوظيف الآثار فيما يجب أن تكون مع الحفاظ عليها. معالي السيد الوزير، مما تقدم أرجو من سيادتكم التكرم بالتوجيه بالآتي: 1- التحقيق في المذكرات التي تقدمت بها إلى سيادتكم، ومنها المذكرة الأولى بتاريخ 25/8/2022، والتحقيق فيما ورد أيضا بهذه المناشدة. 2- ألتمس من سيادتكم إلغاء القرار رقم 1238 بتاريخ 1/3/2022، حيث أنه قرار تعسفي صدر نتيجة دفاعي عن الآثار والمال العام. 3- تمكيني من عملي كمدير بالمتحف المصري. 4- التحقيق في إساءة استعمال السلطة في إصدار قرارات تعسفية ضدي، مثل القرار رقم 43/55 بتاريخ 10/8/2022. 5- التحقيق في عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب، وهو الجهة التشريعية والرقابية بالدولة. 6- التحقيق في ارتكاب أخطاء ضدي بالمخالفة للقانون، وأنا على استعداد لتقديم ما يدل على ذلك. وأنني إذ أشكر لسيادتكم سعة صدر سيادتكم لهذه الكلمة، وأتمنى من الله التوفيق لكم، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.